شيعت الأعلام الإماراتية في سقطرى وكأنها محمية تابعة لها، لكن هل رفع الأعلام الإماراتية في سقطرى يجعل منها إماراتية؟ ما الذي بإمكان اليمنيين القيام به بعد أن أصبحت سقطرى إحدى بوابات الاستحواذ الإماراتي؟ أهلا بكم. رئيس دولة غير حاضر في المشهد ووزير خارجية غير موجود، كما يبدو أن الإمارات تسعى بلا هوادة لاستثمار هذا الفراغ وتجنيد كتاب وناشطين في محاولة لفرض أمر واقع. ترى الإمارات أن الوقت المناسب لها الآن، فاليمن بلد بات مهيئا للتقاسم، كيف لا وسجل الإمارات يمثل إساءة لكل الشعوب التي تعاملت معها وتدخلت في مصيرها وتحاول انتهاك سيادتها. سقطرى اليوم واحدة من بوابات الاستحواذ الإماراتي في اليمن وإحدى المواجع التي تسعى لإيذاء اليمنيين بها. ما الذي بإمكان اليمنيين القيام به؟ وما هو موقف الحكومة ومجلس النواب مما يحدث في سقطرى إذا لم تحدد الحكومة ومجلس النواب موقفهما بشكل رسمي؟ ألا يضعهما ذلك موضع المساءلة الشعبية؟ خصوصا أمام التواطؤ السعودي والتقاسم الذي يحصل في المحافظات الجنوبية. فالسعودية بصفتها قائدة التحالف العربي ألا تضعها تدخلات الإمارات المسيئة لليمنيين موضع الشراكة في ذلك الجرم؟ هذه سقطرى اليمنية، وهذا ما تفعله أبو ظبي هناك مستغلة ضعف السلطة الشرعية. رفع العلم الإماراتي لا يعني أن الأرض كذلك، سبق وأن مرت من هنا أسلحة وأطماع وأعلام البرتغاليين والبريطانيين والروس، تلاشت كل تلك الإمبراطوريات وبقيت سقطرى أرضاً يمنية. تمضي الإمارات اليوم في سقطرى وفي باقي المناطق اليمنية التي تم طرد ميليشيا الحوثي منها على وقع حلم إمبراطوري يداعب مخيلة شيوخ إمارة أبو ظبي. جندت الأتباع وأرسلت شحنات سلاح إلى أكثر مناطق اليمن أمناً وبعداً عن الصراع الدائر، ودفعت الأموال لشراء الذمم لاختراق المجتمع السقطري لتفجر صراعات محلية لن يتوقف تأثيرها على تقويض السلطة الشرعية، بل سيمتد ليصبح مجتمع الجزيرة أمام أزمة مجتمعية هي الأولى من نوعها. سواء في القوات الأمنية أو القوات العسكرية، تكافح السلطة المحلية في الجزيرة البعيدة عن أي دعم في سبيل المحافظة على أمن الأرخبيل، رافضة أي قوة لا تخضع لمؤسسات الشرعية العسكرية والأمنية، كما رفضت السماح بإدخال شحنات أسلحة كانت الإمارات قد أرسلتها لأنصارها، فيما لا تزال السلطة الشرعية بعيدة عما يحدث هناك وكأن الأمر لا يعنيها. كان الوضع في سقطرى في المرة السابقة عاملاً رئيسياً في إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر على خلفية موقفه الرافض للسلوك الإماراتي هناك. هذه المرة أختار خلفه معين عبد الملك العائد من أبو ظبي مؤخراً الالتزام بمبدأ الابتعاد عن السياسة الذي انتهجها منذ تعيينه، وظهر ليقلل من أهمية ما يحدث في الجزيرة وفي شبوة. رئيس البرلمان سلطان البركاني أختار عبارات حذرة لا تكاد تعني شيئاً، داعياً دول التحالف إلى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. اليمنيون بقلوبهم وحملاتهم الإعلامية وأصواتهم بمختلف مشاربهم ومناطقهم تضامنوا وأدانوا ما تفعله الإمارات، وهذا أقصى ما يستطيعون فعله للدفاع عن سقطرى، كنزهم الذي يفخرون به أمام العالم. لا يخشى اليمنيون على سقطرى إلا من الصراع والفوضى، أما يمنيتها فأمر لا يناقشه اليمنيون الآن. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي والكاتب أحمد الزرقاء، وسينضمه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير. بالتأكيد تابعت وشاهدت الأعلام الإماراتية التي رفعت في مناطق مختلفة من سقطرى، بداية ما هو تعليقكم؟ هذا الأعلام سبق أن رفعت في أماكن أخرى، لكن بعد فترة وجيزات داستها الأقدام. شاهدنا هذه المشاهد في عدن، في المكلا، في أبيان وفي غيرها. من أعطى الإماراتيين هذا الحق ربما هو السكوت الرسمي والاستقواء بضعف الدولة وغياب الرئيس وغياب نائب رئيس الجمهورية، وأيضا مواقف الرئيس الحكومة المهترئة التي
عبر عنها الأسبوع الماضي عندما وصف أن ما يحدث في سقطرى وفي شبوة وفي غيرها من المناطق ليس أكثر من تهويل إعلامي. بالتأكيد يتعامل التحالف مع اليمن كتركة الرجل المريض، الجميع يريد حصته من هذه الكعكة، وهذا مناقض لأخلاقيات العمل السياسي، مناقض أيضا لدعوة التحالف للتدخل، وهو أيضا دليل على أن لم يعد هناك ما يردع هذه القوى وأنها خرجت أصلا من الموقف الرسمي الذي جاءت من أجله. وهذا يضعنا أمام السؤال الجوهري، ما هو موقف رئيس الدولة؟ لماذا لا يظهر رئيس الدولة؟ لماذا أيضا لا يظهر المسؤولين الحكومي الآخرين؟ لماذا لا تظهر الأحزاب وتصرح؟ نحن في مرحلة مفصلية، الحديث الاكتفاء بالتسريبات عبر بعض المسؤولين أو الناشطين هذا ليس سلوك دولة. يجب على الرئيس هادي أولا بصفته رئيس الدولة الظهور بموقف واضح، يجلس مع الإماراتيين على طاولة، يجلس مع السعودي على طاولة، يجلس أمام العالم يقول أنه يرفض هذه الإجراءات جملة وتفصيلا، لكن أن يظل يسكت ويدار الموضوع بعقلية الناشطين هذا باعتقادي أنه مسيء جدا لليمنيين. هذا أيضا فيه خرق لميثاق الأمم المتحدة، فيه خرق أيضا للدستور اليمني، فيه خرق لكل القوانين والأعراف المنظمة للعلاقات بين الدول. سقطرى أو ما يحدث في سقطرى ليس سابقة وحيدة، شاهدنا هذه مثل هذه التصرفات كانت بدأت حوالي قبل عام ونصف، لكن حينها وقف رئيس الحكومة حينها أحمد بن دغر وقال موقفا مشرفا، وكان هذا الموقف جعل العالم ينتبه لما يجري في سقطرى. اليوم يحاول الجميع أو تحاول الإمارات، اسمح لي عند هذه النقطة أستاذ أحمد، يعني حين تجد الإمارات من يقف أمامها نجدها تنسحب، وأنت تجد أن مسألة الفراغ الحاصل في الدولة هو ما يشجع الإمارات على مثل هذا السلوك، لكن ألا تجد أن مثل هذه التصرفات تعد استفزازية بشكل أو بآخر لليمنيين؟ فما الذي تسعى إليه اليمنيين؟ أولا هم مستفيدين من الانقسام الحاصل في الشارع اليمني، سواء في الشمال الذي مستمر فيه سيطرة ميليشيا الحوثي، وأيضا المسؤولين الذين هم خارج البلد سواء في السعودية أو في غيرها من المناطق. أيضا الانقسام في الجنوب، هم اليوم يرفعوا راية المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي هو بمثابة قميص عثمان أو بمثابة العصا التي يتم استخدامها، وبالتالي هم يحاولون استخدام هذه القفازات الرخيصة لتمرير مشاريعهم، لكن هذا لا يعطيهم الحق. حتى لو حصل ما حصل في اليمن لا يمكن لأي طرف يمني أن يعطي أي دولة خارجية الحق في التصرف في أراضيها، أيضا في موانئها، في سيادتها، في قرارها. سقطرى هي ربما الأهمية الاستراتيجية الكبرى لها، العالم الآن لم يلتفت إلى هذا التصرف، لكن كان هناك قبل عام تقريبا بيان من الأمم المتحدة أو من اليونسكو يدعو للحفاظ على هذه الجزيرة وبصفتها جزيرة يمنية، لكن هناك أيضا جرائم غير مرئية، هناك جزيرة ميون وغيرها من الجزر التي في البحر الأحمر وفي خليج عدن اليوم تحولت إلى قواعد عسكرية إماراتية وهي بعيدة عن الأضواء، لكن لم يتحدث عنها أحد، حتى المسؤولين اليمنيين، حتى الحكومة اليمنية لم تقدم حتى احتجاج أو حتى اعتراض، وبالتالي هذا يضعنا أمام أسئلة خطيرة. هل هناك صفقة بيع تمت من قبل المسؤولين الحكوميين؟ زيارة رئيس الحكومة إلى الإمارات عقبها تصعيد مفاجئ الأوضاع في عدد من المحافظات وفي سقطرى، هل رئيس الوزراء متواطئ مع هذه الجريمة وهل لديه علم؟ إذا كان لديه علم فهذه جريمة كبرى يجب أن يحاسب عليها، إذا لم يكن لديه علم فيجب عليه أن يعترف أن زيارته فشلت وأنهم قاموا باستخدامه كواجهة لتمرير مشاريعهم. أيضا الرئيس هادي، لكن يعني لا يوجد من يتحدث يعني على الأقل لتبرئة ساحتهم، يعني لم يكن لديهم علم يفترض أن يظهروا على الإعلام ويوضحوا ما حدث. كلما ظهر معنا أحد المسؤولين يقول نعم العلاقات متوترة بين الحكومة والإمارات، لكن عمليا لا نجد شيء يظهر للناس بشكل رسمي يخاطبهم. يعني ربما في آخر حلقة قيل بأن هناك تم إرسال رسالة للسفير السعودي من قبل الرئيس هادي، هل يعني انتهت؟ هذه بهذا الطرح نحن نسطح المشكلة ونحول المسؤول اليمني أو الرئيس هادي إلى موظف لدى السفير السعودي، وهذه جريمة كبرى، يعني جريمة كبرى. يعني في الأخير نعم لم يلتقي الرئيس هادي بأي مسؤول سعودي، لم يلتقي الرئيس هادي بأي مسؤول إماراتي، وكذلك نائب الرئيس وكذلك وزير الدفاع. اليوم نحن بلا وزير خارجية، قدم استقالته ولم تقبل ولم ترفض ولم
وبالتالي نحن أمام مسرحية هزلية، نحن نعيش أمام فراغ، ما المستفيد من هذا الفراغ؟ ليس اليمنيين أكيدا، ليس الرئيس هادي، ليس المستفيد من هذا الفراغ هي السعودية والإمارات والقوى التي لديها مشاريع صغيرة. اليوم نحن فقدنا جميع منابرنا أمام العالم، لم يعد هناك صوت واضح أمام العالم يتحدث بما يدور. لدينا وزراء ومسؤولين يذهبون في جولات يتعاملون كسواح وليس ويوجهون خطاباتهم ضد طرف معين، لكن هناك المشكلة اليمنية لديها بعدين، لديها بعد داخلي ولديها بعد إقليمي. لا أحد يتحدث عن المشكلة الإقليمية، لا أحد يتحدث اليوم عن عن تلك الانتهاكات، عن سيادة اليمن في المهرة، في حضرموت، في عدن، في غيرها من المناطق اليمنية. بالتالي نحن اليوم هؤلاء المسؤولين اليمنيين لن يرحمهم التاريخ. بالتأكيد الإمارات لن تستمر للأبد والسعودية لن تستمر للأبد. اليمن مر عليها عشرات الغزاة لكنهم اندحروا وذهبوا ولم يبقى إلا التاريخ يؤكد أن الأرض لمن يملكها ولمن يدافع عليها. وبالتالي على الحكومة اليمنية أن تتخذ موقف رجولي واضح. نحن كان لدينا انقلاب واحد، اليوم لدينا أكثر من انقلاب. كان لدينا ميليشيا، اليوم لدينا أكثر من ميليشيا. الميليشيا التي تدار برعاية دولية هذه أخطر، وهي هذه يعني واحدة من الأدوات التي تلجأ إليها الدول الاستعمارية. نحن نقول أن لدينا أصدقاء ولدينا حلفاء، لكن إذا كانت الطعنة التي تأتيك من حليفك وصديقك دعوة مميتة يعني. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ عيسى سالم بن ياقوت السقطري من المهرة. مساء الخير شيخ عيسى. مساء النور والعافية. شيخ عيسى، من الذي رفع أعلام الإمارات في الجزيرة وأين هي الأعلام اليمنية؟ نعم، رفع الأعلام الإماراتية وفي جزيرة سقطرى لا شك أن رفع علم أي دولة داخل أراضي دولة داخل أراضي دولة أخرى يعد انتهاك صارخ لسيادة هذه الدولة وإهانة لمواطنيها ولقيادتها. ونحن من هنا نوجه رسالة للأخوة في التحالف العربي وللحكومة الشرعية بسرعة تصحيح العلاقة فيما بينهم والتي باتت ترتد سلبا على الفرد والمجتمع على الفرد والمجتمع. نعم نعم. إذن شيخ عيسى، نود أن أسألك، ما هي أبرز الممارسات التي تقوم بها الإمارات في سقطرى والتي تستهدف النسيج الاجتماعي والسلم في سقطرى؟ أبرز الممارسات التي تقوم بها دولة الإمارات في جزيرة سقطرى، أو أن أقول في الجنوب بشكل عام وخصوصا في جزيرة سقطرى، تقوم بشراء ولاءات، تقوم بعرقلة وهيمنة على السلطة وتمويت السلطة التي تكون لا سلطة هناك، وتدخل من باب ما يسمى المجلس الانتقالي أو الحزام الأمني، وهناك لها مآرب نحن ممكن لا نعلمها. هذا المآرب الإمارات ما لديها في سقطرى حقيقة الكل يتساءل ماذا تريد في سقطرى حتى تعاملنا بهذه التعامل وتعلق أعلام دولة الإمارات في دولة بما أنها سقطرى الكل يعلم أنها جزيرة يمنية. نعم. إذن يعني أود أن أسألك أيضا عن وعي المجتمع السقطري. تحدثني عن شراء ولاءات وهذا أمر غاية في الخطورة، هل يدرك المجتمع السقطري الغاية التي يعني خلف ومسعى الإمارات؟ يعني كيف يقبل أصحاب البيوت بتعليق علم غير علم اليمن؟ كيف يقبل المواطنون أيضا أن تشترى ولاءاتهم لدولة غير دولة اليمن؟ نعم، كما تعلمون إن اليمن بشكل عام تمر في أزمة، والناس والمجتمع بشكل عام يمر في فقر، والإمارات لديها أموال ولديها مبالغ، ودائما الفقير عندما تريد أن تبتز بأي شيء
فأدفع له وهو يا أن فقير ويا أن جاهل لا يعي، فيقول لك علق هذا العلم ولك كذا كذا، فيقول تعال معنا أطلع مظاهرة ولك كذا كذا. فأحنا اللي رأيناه اليوم من 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 شراء هذه الولاءات طبعا لبعض الأخوة الذين لا يعون، إيش معنى ما معنى هذه الولاءات وما معنى هذه الشراء؟ برغم أن نحن في سقطرى كثير مننا يعي ويفهم أن تعليق الأعلام على بيوت في جزيرة سقطرى هذا يعد انتهاك صارخ، ولا يقبل فيه أي حر أن يعلق علم دولة أخرى في دولتي. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الشيخ عيسى بن ياقوت السقطري، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. عودة إليك أستاذ أحمد، ما هو تعليقك على حديث الأستاذ أو الشيخ عيسى من خاصة بخصوص شراء الولاءات، عرقلة السلطة ومحاولة الهيمنة عليها، أن يكون المجلس الانتقالي واجهة للإمارات في الجزيرة؟ الإمارات ما دخلت مكان إلا وسعت منذ البداية الأولى لتعزز الانقسامات والتقاتل داخل هذا المجتمع. لاحظنا كيف عززت الانقسام في عدن وفي شبوة وفي غيرها، وكيف دعمت ميليشيات مسلحة، وكيف انقلبت على الدولة، وكيف أيضا تحاول الهيمنة، وأيضا إظهار أن السلطة عاجزة، وأيضا تبع وهم أنها قادرة بقدرة قادر على أن تحقق الانفصال لجنوب اليمن، وهي تبع الوهم يعني، ومن يعطيها الحق لمثل هذا القرار؟ اليمن ليست دكان يتبع أحد منهم كما قال أحد الكتاب الكويتيين عندما اعترض على الكتابة التي أو التصريحات للمسؤولين الإماراتيين، قال أن اليمن ليست دكان واحد من أبتهم حتى يقرر بيعه أو فصله أو إلى آخره. وبالتالي نحن أمام واقع دولة يديرها مراهقين سياسيين لا يمتلكوا أيضا أي فكرة عن أهمية الاستراتيجية وأهمية الحفاظ على هذا البلد، على أهمية أيضا الإبقاء على تماسك هذا المجتمع، لأنه في الأخير سيذهبون اليمنيين، لن يتقاتلوا لخدمة هذا المشروع، لأنه اليمنيين تقاتلوا في أماكن كثيرة خدمة للمشروع الإيراني، لكن في الأخير ما الذي حصل؟ لم يستتب حتى الأمر للحوثيين، هناك سلطة قمع وسلطة قتل وسلطة إرهاب، وبالتالي لن يقبل اليمنيين أن تكون هناك سلطة أخرى تشابهها لتلك السلطة التي في صنعاء. ولكن المشكلة أنه لم تجد الإمارات من يقول لها لا. ما زال أيضا الإمارة تتكئ على الجدار السعودي، وهي تقول أنها ليست هي المسؤولة، المسؤول إذا لديكم مشكلة خاطبوا السعودية، هي رئيسته أو هي من تقود التحالف. وحتى العالم يتعامل مع هذه الفرضية في العالم، الناس يلومون السعودية لكن الإمارات لا أحد يلومها، لكن السعودية والإمارات هما شريكتان في الجريمة هذه بالكامل، وبالتالي إذا لم يعد هناك من دور لهما قدرة على مساعدة اليمن على سعادة دولتهم، عليهم أن يرحلوا أو يغادروا ويتركوا اليمنيين وهم أقدر على تحقيق مصيرهم. وبالتالي لكن أيضا الحديث اليوم عن محاولة شراء ولاءات وشراء ذمم عبر المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي للأسف تحول إلى عصا أو إلى قفاز بإمكان أي أحد أن يرتديه وأن يقوم بتنفيذ أعمال. لكن اليوم لو لاحظنا المزاج الشعبي في الشارع اليمني، الشارع الجنوبي تغير كثيرا، لم يعد هناك أحد يستطيع التذاكي أو خداع الناس. انكشف المشروع الإماراتي وانكشف المشروع المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي كان لديه شعبية، اليوم ما هي الشعبية التي يمتلكها؟ اليوم المجلس الانتقالي يحاول سرقة انتصارات الآخرين، يحاول الإظهار أنه قادر على كل شيء وهو غير قادر على أي شيء حقيقة. نعم، لكن لو تساءلنا أستاذ أحمد، ما هو مستقبل الأجندات الإماراتية في سقطرى؟ مع الأسف يعني مع وجود الضعف المستمر للحكومة الشرعية، غياب تام عن المشهد، باعتقاد أن الأمر بيد الرئيس هذه وبيد الحكومة، بإمكانها أن تطلب رحيل القوات الإماراتية من سقطرى بشكل واضح، وهذا تتوقع أن ذلك سيحدث؟ هذا ما يجب أن يحدث. هل سيحدث أم لا؟ سيحدث اليوم أو غدا أو بعد فترة. يعني لاحظنا أن السلطة المحلية أو المحافظ سقطرى تعرض لاعتداء، وكذلك وزير الثروة السمكية تعرض أيضا لاعتداء من قبل قوات أو ميليشيا تابعة للمجلس الانتقالي. كان يفترض أن تقوم الحكومة والرئاسة باتخاذ موقف واضح. لم لاحظ حتى اتصال، لم يجري الرئيس هادي أو لم يجري حتى نائبه، ولم يجري حتى رئيس الحكومة أو أي مسؤول اتصال، على الأقل اتصالات في يطمن على الوضع أو يدعو لاتخاذ موقف. لاحظنا أن كان الوحيد المسؤول اتصال الوحيد كان هو رئيس الحكومة السابقة. أيضا مجلس النواب لم يتخذ أي قرار ولم يتدخل، وهذه أيضا
إشكالية كبرى تحدث في أن هناك تم تقاسم المسؤولين اليمنيين أو محاصصتهم بين السعودية والإمارات. اليوم لا يستطيع أحد أن يتخذ موقف وطني صريح واضح ضد هذا العبث. ربما كان هناك نائب رئيس البرلمان تحدث صراحة وهو من المسؤولين القلائل. سنتحدث عن يعني حديث رئيس البرلمان، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا الباحث في القانون فؤاد عامر من فرنسا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فؤاد. أهلا بك. لو تسألنا أستاذ فؤاد عن التوصيف القانوني لما يحدث في سقطرى من قبل الإمارات. نعم، هو في الواقع من ناحية قانونية كل ما يحصل الآن هو يصنف بأنه أعمال يفترض أنها من قبيل سيادة الدولة اليمنية تعتقدها سواء عمدا او تواطؤا لدوله خارجيه، مفترض انها قضيه او مفترض انها جاءت بفساد الدوله اليمنيه في موضوع مشروعيتها وممارسه اختيارها على الدوله اليمنيه ابتداء. حولك على موضوع السياده، معروف ان السياده هي سلطه عليا تمارس بها الدوله وتطبق قوانينها وممارستها على كل اراضي الدوله والعالم، يعني انها هناك حسب التنسيق القانوني في القانون الدولي. الدولة ما هي؟ الدولة هي سلطة وشعب وجغرافيا معينة واعترف بذلك. وهي تقوم بممارسة السيادة بصورة حصرية. بمعنى أنه لا تترك ممارسة هذه الصلاحيات وإدارة الدولة في المناطق التي معرفة بأنها تمتلك الجمهورية اليمنية لأي كيانة أخرى، سواء كانت ميليشيا أو منظمات ما دون الدولة أو دول أجنبية، فهو اختصاص وحصري. موضوع السيادة أيضا مقدم حتى على موضوع المشروعية، السيادة مواطن ممارسة الدولة، سيادتها على الدولة يتعلق بممارستها على الجغرافيا على الأرض وعلى الشعب، وبالتالي هو عنصر تأسيسي في تعريف الدولة ابتدائي. أما مسألة المشروعية والتي جاءت دول الخليج لكي تقوم بمساعدة الحكومة الشرعية لاستعادتها، فهي مسألة تتعلق بمشروعية النظام بالدرجه الاساسيه، يعني بموضوع السلطه وليس بموضوع الدوله. اذا التوصيف المدخل الذي جاء من خلال دول الخليج لكي تقوم بمساعده الدوله في الاسرع المشروعيه قامت بانتهاك وتجاوز التقليد المقارن لها بالقانون الدولي من خلال قرار 2016 من خلال حكم القرار اللاحقه بدعم التي خولت الدول الخليجيه للتدخل في اليمن، تجاوزتها الى ما هو الى ممارسه صلاحيات على الارض وممارسات لا تدخل في اختصاصها ولا تدخل ايضا في التفويض المعطى لها في القرارات الدوليه. هذا ابتداء. طبعا السلطه بما هي سلطه عليا تمارس هذه السياده تمارسها عبر ممثلين سياسيين عبر الموظفين الرسميين، لكن ما يحصل في الحاله اليمنيه هو قياسا لاي حتى انتقاد إذا هذه الممارسات. يعني لاحظنا انه سابقا يعني مره واحده الحكومه يعني في رساله التي وجهتها سابقا في الموضوع السابق فيما يتعلق قبل عامين او عام ونصف في موضوع الامارات، واضطرت الامارات حينها ان تقدم توضيحا للامم المتحده بانها تمارس مهامها وفقا للقرار الدولي، رغم انها لم تكن الرساله رساله كانت مجرد يعني رساله الى مجلس الامن من قبل الحكومه الشرعيه، بمعنى انه متاحات كثيره للحكومه اليمنيه لكي تقوم بممارسه حقها المعترف به في القانون الدولي والواجبات التي مفروضه عليها بحق الدستور اليمني. نعم. الحكومه اليوم نعم، إذا لو أردنا أن يعني نفهم ما هو المغزى من تعليق الأعلام على أسطح المنازل أستاذ فؤاد، ما الرسالة التي تود الإمارات توجيهها؟ المسألة لا تقتصر فقط بتعليق الأعلام، يعني المسألة هي سقطرى معروفة تاريخيا في القانون الدولي معترف بها الحقوق التاريخيه هي يمنيه ولا تستطيع ان تغير، هي عباره مثل ما يقولون يعني في المثل اليمني المال السائد يعلم الناس الشرطه.
الإمارات في جيبوتي وفي سوما لها تجارب في عدة دول، وحين تجد حكومة مختلفة يمكن التلاعب فيها، يمكن أن تنفع عن طريق اتفاقيات أو عن طريق ميليشيات موجودة على الأرض لكي تحقق بعض المكاسب في إطار توسعها وفي إطار بحثها عن يعني احتفاظيات احتفاظات ما بعد النص، يعني ما بعد 2040 تتحول هذه الموروكانيات تقوم بحاجة إلى موارد للتصرف الجديدة لا تعتمد على النفط، وبالتالي السيطرة على الموارد سواء في بحوثها أو الموارد الأرضية، لكن هي خلدت في جيبوتي، هي خلدت من جمهورية أرض السومال بسبب تجاوزها إلى حد معين، لكن الحاصل أنه في جيبوتي أو في السومال كانت هناك في لحظة ما الحكومات توجهت إلى واجباتها الدستورية إزاء شعبها، توجهت إلى واجباتها الدستورية بحسب الدساتير التي تتفرغ وتسلمها تجاه الأرض والشعب في تلك البلدان، وتم طردها. هل الحكومة اليمنية قادرة على أن تمارس هذا الشيء؟ الحكومة اليمنية لديها مساحات قانونية كثيرة تستطيع بموجبها أن تنطق كل هذا العدد. مجرد رسالة أن الحكومة اليمنية مخاطر بها إلى مجلس الأمن مخاطر بها لأنها لا تريد تدخل الإمارات وتطلب تحتها وتعتبر وتقوم بتكييف هذه الأعمال على الأرض اليمنية بأنها أعمال احتلال، سوف يكون هناك أي مبرر لبقاء الحكومة الجيوش الميليشيات التي تتبع الإمارات وأذرعها الموجودة في داخل اليمن، إذن تفصل عنها صفة المشروعية، لكن هل الحكومة اليمنية قادرة على هذا الشيء؟ هذا هو السؤال. الحكومة اليمنية في وضعها الحالي هي حكومة ما تسمى في مصطلح العلوم السياسية هي الحكومة الدولية، المصطلح هو يطلق مصطلح على الدول التي تزعم أنها مستقلة ولكنها في الحقيقة تعتمد على قوة خارجية تتمتع فقط بالسيادة إثنيا، لكن يتم التحكم بها بشكل ذهني من قبل دول أجنبية. هذه الدولة الدنيا مثل حكومة تيشي في الفترة الحاضرة العربية الثانية التي كانت عميلة للحكومة النازية فقط تحافظ على مظاهر الخارجية للاستقلال مثل على نشيد رئيس شرعي مثل هذه المصطلحات والكلمات، لكنها في الواقع هي مجرد أداة أو لعبة ليس لها من الأمر شيء. بالتالي في فترة من الفترات على الشعب مثل ما حصل مثلا مع حكومة تيشي في فرنسا في الحرب العالمية الثانية، كانت حكومة رسمية لكن فرضت عليها وتم فرض سلطة جديدة على الأرض وحكومة مشروعية منسجمة مع الدستور الدولة الفرنسية ومع تطلعات الشعب الفرنسي حينها ضد الاحتلال الأجنبي. إذا كنا قد يئسنا بالحكومة الشرعية بسبب انبطاحها الزائد وتفريطها بالسيادة مهارات في عديد من الموارد في تفترة فعلى الشعب اليمني على الطاقات اليمنية في الداخل والخارج أن تقوم بمحاولة إصلاح هذه السلطة أو قد نصل إلى مرحلة ما نبحث عن بديلها إذا لم نصل، يعني الحكومة دول تحاول تدفع الشعب اليمني أن يبحث عن كيانات إما للتمثلات وراء الجماعة الحوثية التي تدعي أنها تحاصر على الأرض اليمنية أو يدفعها إلى أن يبحث عن إقرارات أو عن سيارات جديدة تقوم بتمثيله. نعم، إذا دعني أنقل الفكرة الأخيرة التي طرحتها حول الحكومة الدنيا لضيفي هنا في الاستوديو، شاكرة لك الباحث في القانون فؤاد عامر، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. ما رأيك أستاذ أحمد، هل وصلنا إلى هذه المرحلة بين قوسين الحكومة الدنيا التي يعني سمعت لحديث الأستاذ نعم. فؤاد ظاهرا هي الحاكمة ولكن عمليا هي مجرد أداة، ليست حتى ظاهرا ولا هي واجهة للأسف. لا نريد أن نقول أن رئيس الوزراء تحول لسكرتير لريم الهاشمي أو نقول أن هادي تحول لسكرتير للسفير السعودي، لأنه في الأخير ما زلنا نأمل أن هؤلاء أن يصحوا مواقفهم. اليمن أكبر من أن يتم اختزالها في شخصية رئيس وزراء ضعيف أو رئيس حكومة أو رئيس دولة غائب أو نائب رئيس ليس له علاقة بما يدور في الأرض نهائيا، لكن نحن أمام تصرف كان ممنهج من قبل التحالف لتعطيل مؤسسات الدولة بشكل واضح، تعطيل مؤسسة الرئاسة، حتى رئيس الجمهورية عينوا له مشرف، نفس الطريقة اللي
كان عينها الحوثيون. اليوم هناك لجنة ثلاثية، لكن اللجنة الثلاثية هذه ليس لها علاقة بالرئيس هادي. إذا أراد الرئيس هادي أن يتخذ قرار عليه قبلها أن يعود للسفير السعودي والسفير الإماراتي ونائبه حتى الذي هو علي محسن. تم تعطيل أيضا الأحزاب، تم تعطيل الخارجية مؤخرا. من كان بإمكانه أن يخاطب العالم، يخاطب الأمم المتحدة، يخاطب السفارات ووزارة الخارجية وعبر وزارة الخارجية وسفاراتها والمندوبيات في الأمم المتحدة. أيضا تم تعطيل الجانب الاقتصادي وهو جانب خطير جدا، جعل اليمنيين أشبه بمتسولون يبحثون عن مساعدات أو منح أو علب رنج أو إلى ذلك، وهذه كارثة كبرى. بينما تم تعطيل إنتاج النفط والغاز وتصديره، تم تعطيل الموانئ، وبالتالي هذه جميعها إضعاف، جزء من إضعاف الدولة، وجعل الحكومة اليمنية تسعى للبحث عن مرتباتها عبر اللجنة الخاصة في السعودية أو عبر هبات من قبل الإماراتيين. وبالتالي هذا كان هناك الشغل على الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى الشغل العسكري المتمثل بإضعاف أو وقف الجيش وملشنته، وأيضا تعزيز وجود الميليشيات المتطرفة داخل المؤسسة العسكرية، وأيضا إنشاء قوات ليس لها علاقة بالرئاسة وليس لها علاقة بوزارة الدفاع وليس لها علاقة بهذه الأركان، حتى من قضية استلام مرتباتها، استلام مخصصاتها، الرتب وتعيينات الرتب الهمجية التي تم منح أشخاص ليس لهم علاقة بالعمل العسكري، منحهم رتب عليا. وبالتالي نحن أمام عمل ممنهج. الإمارات لديها مشروع واضح في اليمن، تعطيل ميناء دبي بشكل ميناء عدن بشكل واضح، تعطيل المطارات بشكل كبير جدا، إقامة قواعد عسكرية، ومن ثم هي تقوم بدور الوسيط. هي اليوم تبحث عن إنشاء قاعدة عسكرية في سقطرة، بعد أن إنشأت قاعدة عسكرية في ميون وفي غيرها من المناطق، وتسعى بعد ذلك لتأجيرها لقوى دولية. هي تقوم بدور الوسيط ودور التاجر، ليس لها علاقة فعلا بما يدور في اليمن أو الحفاظ أو حتى الالتزام بالمبادئ الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة أو حتى المبادئ الخليجية أو حتى إعلان التدخل، وهو الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية. هذه العبارات موجودة في كل بيانات أو حتى تصريحات المسؤولين الإماراتيين في وقت ماضي، وحتى قيادة التحالف وكذلك الأمم المتحدة. لكن ما يحدث على اليوم هو السعي لتعزيز الانقسام والسعي نحو الانفصال، والسعي ليس يعني لو كان هناك مشروع واضح حتى للانفصال كان هذا اليمن تعودت على الوحدة والانفصال، وكان هناك أكثر من يعني فترات انقسمت فيها البلد ومن ثم عادت. لكن ما يحدث اليوم هو محاولة للعودة باليمن بالذات الشطر الجزء الجنوبي من اليمن المحافظة الجنوبية إلى ما قبل 67، إلى عصر الدويلات وعصر الكنتونات وعصر السلطنات. وبالتالي نلاحظ كيف يتم دعم وإنشاء ميليشيات في كل محافظة على حدة، وتعزيز أيضا النعرات الطائفية والمناطقية وتشجيع الاقتتال والانتحار داخل أبناء المحافظة الواحدة. لاحظنا كيف يتم يعني الدفع بأبناء شبوة للاقتتال فيما بينهم البين، الدفع بأبناء أبيان للاقتتال فيما بينهم البين. اليوم تم إنشاء ميليشيا في والاتيان بها إلى من خارج محافظة حضرموت وإلى حضرموت، ولإنشاء النخبة جزء من النخبة الحضرمية، وأيضا معسكرات خاصة تتبع المجلس الانتقالي موجودة في المكلا. اليوم هناك أيضا ميليشيات مسلحة في المهرة تتبع الجانب السعودي. وبالتالي هذا هو المشروع الذي يريده التحالف لليمن، وهو أيضا مشروع يتماشى تماما ويتماهى مع المشروع الإيراني، مع المشروع الحوثي، وهو ربما جزء محاولة لإضعاف اليمن خوفا من المجهول أو من لا شيء، مع العلم أن سلامة اليمن واستقرارها وأمنها هو مفتاح سلامة وأمن واستقرار دول الخليج. إذا حدث تقسيم في اليمن سيحدث التقسيم تاليا في دول الخليج بشكل واضح. على الأقل اليمن لديها بنية، لديها لدى المجتمع اليمني ما يربطه يعني روابط تاريخية وروابط قرابة وإلى آخره، لا توجد الانقسامات الموجودة في تلك الدول. المجتمع اليمني، اليمن خاضت مراحل طويلة من النضال من أجل الجمهورية، لكن اليوم الجمهورية يعني محاولة إضعاف الديمقراطية أيضا هي كانت واحدة من الأشياء التي تثير حساسية لدى هؤلاء. اليوم نحن
البلد الوحيد الذي يحيد. نعم اليوم اليوم سيطروا على الأحزاب السياسية وأنهوا محاولة إنهاء والانقضاض على الروح الجمهورية والروح الديمقراطية داخل هذه الأحزاب. اليوم نلاحظ للأسف نلاحظنا الأحزاب القومية والأحزاب اليسارية وحتى الأحزاب اليمينية ذهبت جميعها إلى المملكة العربية السعودية لتقدم الوراء والطاعة وتبقى لديها رهينة. السعودية تحتفظ بوزراء ومسؤولين رهائن، الإمارات تحتفظ بأسر وعوائل سياسيين جنوبيين كرهائن، وبالتالي هذه هي نظام الرهينة موجود للأسف، لكن هذه المرة عن طريق الخارج. الحوثي كان أو الإماميين كانوا استخدوا هذه الوسيلة. اليوم السعودية تكرر مثل هذه القصة. لا نستطيع أن نقول إلا أن الرئيس هادي ونائب الرئيس ليسوا أكثر من رهائن، لأنه وحتى رؤساء الأحزاب وقادة الأحزاب الرهائن أيضا لا يستطيعوا الخروج من المملكة ولا يستطيعوا حتى الاعتراف. عن موقف السعودية حول ما تفعله الإمارات في سقطرة، يعني هي التي تدخلت ربما يعني كما نتذكر بوساطة في المرة السابقة حين اعترضهم رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن ناصر. ما يحدث اليوم أيضا هناك صراع خفيف أو صراع واضح بين المملكة العربية السعودية والإمارات في جزء من المناطق سواء، ويظهر هذا الموضوع جليا. لكن هذا الصراع يعني يظهر صراع بينهم على من يأخذ مناطق. هذا الصراع اتضح بشكل واضح أو ظهر بشكل جلي في حضرموت، في سيئون، وفي المهرة، وفي اليوم هذه هي مراحل الصراع ومراحل التقاسم. السعودية تدرك أن أو ربما لا تدرك أن ما تقوم به الإمارات هو يمثل إساءة كبرى لها، لأنه في الأخير الحكومة الشرعية ما زالت أو تقول السعودية أنها جاءت بناء على طلب الرئيس الشرعي والرئيس هادي، لكن ما يحدث اليوم هو يجعلها في صف أو في مرتبة الشريك في هذه الجريمة. ما الذي ذهب بالقوات الإماراتية في الأصل أو السعودية حتى إلى سقطرة؟ سقطرة منطقة آمنة وليس فيها بعيدة عن الصراع، بعيدة عن النزاع، بعيدة عن كل شيء. نفس القصة، ما الذي ذهب بالقوات السعودية والإماراتية إلى المهرة؟ ما الذي ذهب بتلك القوات أيضا إلى مناطق أخرى؟ وبالتالي نحن أمام حالة من التشابك وحالة من أيضا محاولة الاستفادة من الضعف من أجل السيطرة على اليمن. وكأن يعني المال السائب كما يقول المثل يشجع على الشرع، يغري على السرقة، وبالتالي لكن اليمن ليست بلدا سائبا وليست مالا سائبا. باعتقادي أن هذه مرحلة الضعف لن تستمر طويلا. الرئيس هادي ونائب الرئيس لن يبقوا طويلا. نعم. لن يبقوا طويلا. كلما تحدثنا أستاذ أحمد إعلاميا نجد من يخرج ليدافع وأن المسألة مجرد تضخيم إعلامي، يعني ربما آخرهم رئيس الوزراء معين عبد الملك الذي قلل من خطورة ما يحدث في سقطرة يعني وشبه واعتبره تضخيما إعلاميا. هذا الشيء طبيعي في الظروف التي تعاني منها اليمن، كما ذكر ضيفنا أو ضيفك العزيز الأستاذ الباحث فؤاد عامر، وذكر مثل واضح ينطبق بشكل واضح على حكومة هادي وحكومة معين، وهي عندما شبهها بحكومة فيشي في فرنسا التي كانت تدين بالولاء للجانب للحكومة النازية، لكن لم يعني عندما قرر الفرنسيون لم تدم هذه الحكومة طويلا، وعندما قرر الفرنسيون التخلص منها جاء ديغول واستعاد الدولة واستعاد وطردت هذه الحكومة والقيادة هذه ذهبت إلى مزبلة التاريخ. وبالتالي نحن هذه المسألة مسألة وقت، لكن هو يجب على اليمنيين أن يصرخوا بأعلى أصواتهم في كل المناطق وفي كل المحافل. ما هي الخيارات اليمنيين التي لديهم لمواجهة ما يحدث في سوريا؟ هناك الخيار السلمي طبعا، وهناك حق الرفض، وهذا متاح للجميع، جميع اليمنيين طبعا. نحن نتحدث عن اليمنيين العاديين، اليمنيين خارج إطار السلطة التي ليس لديهم نفوذ عسكري أو نفوذ سياسي. نحن نتحدث عن عليهم أن لا يسكتوا على يعني هناك اليوم لم يعد وسائل الإعلام حكر على أحد أو لم حتى التعبير أو الرفض حكر على أحد. اليوم لاحظنا أن مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانها أن تحدث الكثير من التغيير، بإمكان اليمنيين أن يوصلوا أصواتهم ومناشداتهم للعالم بشكل واضح سواء عبر رسائل احتجاج جماعية
او عبر حتى تغريدات في او هاشتاجات في تويتر، او حتى عبر ايضا ارسال رسائل للمسؤولين اليمنيين والكتابه بشكل واضح. لا يجب السكوت تجاه ما يحدث نهائيا، السكوت بمثابه خيانه. لدينا حكومه ساكته، لدينا حزب ساكته، لكن لا يجب على اليمنيين ان يسكتوا. هذا وضع صعب جدا ووضع ليس فيه اي خير او اي مصلحه لليمن. على غرار الدور الاماراتي باعتقادي، لو كان هناك خير في الجانب الاماراتي او في حكومه او في رؤيه محمد بن زايد لليمن لما تركه اباء الجنوب. القضيه الجنوبيه كان هناك حاولوا استقطاب علي سالم البيض والعطاس و عدد وعلي ناصر محمد وغيرهم، عدد كبير من القيادات، لكنهم عندما ذهبوا إلى أبو ظبي لم يعودوا مرة أخرى، نظرا لأن هناك مشروع آخر ليس له علاقة فعلا باستعادة دولة الجنوب أو حتى بالعودة إلى ما قبل 90. الموضوع أسوأ بكثير. هم يريدوا أيضا مجرد أجراء، لا يريدوا شركاء، يريدوا حاملي مباخر، يريدوا أدوات يستطيعوا من خلالها تنفيذ أجندتهم التي ليس فيها خير لليمن نهائيا. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي عبر الهاتف من ألمانيا. مساء الخير أستاذ مختار. إذن فقدنا الاتصال، المعذرة منكم مشاهدينا. أستاذ أحمد، يعني تحدثت أنت عن خيارات متعددة لليمنيين، لكن السؤال كيف يمكن لفت أيضا أنظار العالم لما يحدث ليس فقط في سقطرة ولكن في بقية الجزر التي تحدثت عنها بداية الحلقة لتعرية الدور الإماراتي وأطماعه؟ ما زال هناك أدوات يجب أن تفعل، هناك السفارات يجب أن تفعل دورها، يجب أن تقول كلمة حق. أيضا البرلمان لا يجب أن يستمر معطل إلى الأبد، أو حتى يسكت، أو يكون حتى بمثابة شاهد الزور أو حتى المحلل للجريمة التي تحدث. استبشرنا خيرا بانعقاد البرلمان، ولكن البرلمان ذهب في إجازة قبل أن يمارس عمله. هذه أغرب سلوك، أغرب تصرف. نعم، رئيس البرلمان لوح يعني بضرورة أن يعني في تصريحه أن تقف أو يقف التحالف وقفة جادة لاستعادة الشرعية، يعني يتحدث المسؤولين باستحياء عن إصلاح مسار العلاقة. يعني كيف يمكن إصلاح ما هو مكسور أصلا؟ التحالف لا يريد شركاء، وبالتالي هؤلاء من ذهبوا اليوم هناك مسؤولية تاريخية عليهم. البرلمان وقياداته وأشخاصه يجب أن يظهروا ويتحدثوا، لكن أولا علينا أن نفكر كيف يتم تحريرهم أصلا من الأسرى أو من البقاء تحت الإقامة الجبرية، أو حتى إمكانية أن يصدروا حتى بيانات. يعني اليوم العالم ينتظر موقف واضح من أي مسؤول يمني. باعتقاد أنه لو وصلت شكوى رسمية من البرلمان اليمني إلى مجلس الأمن أو إلى أي مكان آخر، باعتقاد أنه سيتم الضغط. لا يفترض أن يظل الانتظار للرئيس هذه لاتخاذ موقف، يمكن أن هناك بدائل وهناك وسائل أخرى. هناك أيضا يجب أيضا الوزراء، وزراء الحكومة على الأقل، أولئك الذين اعتادوا أن يصرحون أن يظهروا، يعني كثر الله خيرهم أنهم قد ظهروا، لكن هذا هو جزء من ضريبة العمل، جزء من 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 مهامهم الذي يجب أن يقولها. جيش الوكلاء الراقدين يعني هؤلاء الذين هم مبطوحين في السعودية، أيضا يجب عليهم أن يقولوا موقف، لا أن يتحولوا إلى أدوات دفاع عن الإمارات وأيضا شتم لإخوانهم اليمنيين الذين يطالبون بالسيادة. يعني يجب أيضا أن يتم استغلال جميع المنابر وجميع الإمكانيات لإيصال أصوات اليمنيين. اليمن فيها الكثير من الأشخاص، حتى الشخصيات المستقلة. أنا هناك مشكلة أيضا، الجميع يخشى اليوم حتى الأصوات التي ليس لها علاقات أو ارتباطات بحزبية أيضا سكتت، فضلت السكوت والتواري. يعني هذه مرحلة مفصلية لا يجب السكوت فيها، يجب على الناس أن يعبروا كلا بطريقته، كلا بأسلوبه، كلا بموقفه، كلا برأيه، ليس تحيزا لحزب أو لطرف سياسي أو، لكن تحيزا لليمن. اليمن هي حزبنا الكبير، واليمن هي بيتنا الكبير، واليمن هي يعني أمنا. يعني إذا تخلى الأبناء عن أمهم في الوقت الذي تحتاجهم، ما فائدة أن يعودوا إليها في الرخاء؟ يعني اليوم نحن أمام مرحلة مفصلية، إما تبقى اليمن أو تذهب وتتشظى إلى ما هو مزيد من التشظي. اليوم المستفيد الوحيد من هذا الوضع
هي الميليشيا الحوثية التي التي يعني تغرز النواة أكثر وتتغلغل وتسيطر وتذل الناس وترهبهم أكثر، وبالتالي لا يجب يعني اليوم الحوثي أكثر الأطراف المرتاح لهذا الانقسام الحاصل ولهذا الانحراف في سلوك التحالف، وبالتالي هذا هو يعزز قوته مثل ما كان التحالف أو كانت السعودية والإمارات أحد أدوات سقوط صنعاء، لا يجب أن تستمر هذه الأدوات مغروسة في الصدر اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب أحمد أزرقة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.